السلام عليكم سو دواد ولا لها قالية وحبا أوغا مباحنين إن آن كحضلنا نلشرير قلباتك إيا دقامدو ذا إيا سيدا أي إسكو حكومان محايا لي وحان لين نهاي تاريخ شرف بدن تاريخ إي كبوحدو ددال إيا شقو تاريخ إي كوديهان تهاي صبر إيا كالقعايل إيا نحريز حكمت سياسد شرف إيو بن آذن نموت أما يسترن تاريخ ذا سنوى تاريخ ذا نبيجين محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أيان نغفلا أو نغبضا حتى با سيرة ذا نبيج أيا وحاينو كهد لدون ناما تقيب تيدي سدحاد إلا صعو شوعا قريش جعالكي اي نبيغ اقبتاي وحو اسكو بدلاي نعاب دوانشيهي اي اسو دوانايين وحي كسي قادين اني كفوغادان وحي نكو تلمام جرين انو يهي نبيغ انتان لصو سارين كهر محمد الامين بل سمركي لصو ساري تاسي وي بينيين او وحي راهدين بين لو اياتهي arintaas waxay sameeyeen quraysh markuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ugu yeeray in ay ilaahay caabudaan oo naceebeyay sanamyadoodii ay ilaaha ka dhiganaayeen wax walba oo ilaahay ka soo haray oo ay caabudi jireen nabiga uu ku tilmaamay in ay tahay wax dunsan ama baadi ah balse quraysh markii ay nabiga arkeen in uu arintan ku dadaalayo oo dhab iyo xaqiiqo ka tahay waxay go'aansadeen in ay u imaadaan adeerkiis maxaa yeelay adeerkiis wuxuu ahaa mid difaacu waxay u imaadeen quraysh nabiga adeerkiis abi taalib waxayna ku dhaheen uma sabreyno in uu caayo aabayaasheen una dabaalo ku tilmaamo dadkeena caqliga leh sanamyadeennana inuu ceebeeyo ee in aad adiga u diido in uu arrintan ka laabto ama annagan inaad noo fasaxdo oo aan ka qabanno sidaas ayay quraysh ku dhaheen nabiga adeerkiis nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa u wacay adeerkiisa wuxuuna ka dalbaday in uu arintan iska dhaafo asaga oo ka cabsanaya quraysh balse nabigeenna suuban wuu diiday wuxuuna yidhi wallaahi kama tegaya arintan abi daalib oo ahaa nabiga adeerkiisna wuxuu yidhi soco oo waxaad rabta samee wallaahi kuuma dhiibaayo cidna oo qof wax kaa qaadi kartana ma jirto quraysh ma aysan quusanin oo abi daalib waxay ka soo codsadeen in uu nebiga dhiibo ama uu arintan ka laabto mar saddexaad balse nebiga adeerkiis arintaas wuu ka dhiidhiyey quraysh oo waa uu ka diiday intaas kadib quraysh waxay ahaayeen kuwa dhiba nebiga kuna jeejeeso gaar ahaan haduu nebiga aadaayo salaada kadib markii ay arkeen in uu difaacayo adeerkiis waxay bilaabeen inay ku jeesjeesaan marka uu nebiga salaada tukanaayo nebiga suuban sallallahu calayhi wasallam dhibaatada ay quraysh u geysan jirtay wuxuu uga hortagi jiray ama uu ku qaabili jiray sabar iyo dulqaad iyo naxariis iyo iska cafin dadkii ugu darnaay ee nebiga dhibi jiray waxay ahaayeen abu jahal oo ay dartiis u soo degeen aayadahan kallaa la in lam yantahi lanasfacan binnaasiyah ناصية كاذبة خاضئة فليدع نادية سندع الزبانية
كلا لا تضعه واسجد واقترب. قال كلباد نوحو أها أبو لهب أو شأنكي سأي كسو دكتي آيدا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال كسدحات إيه نبي قدبي جري وحو أها عقبة ابن أبي معيد يا وليد بن مغيرة. وليد بن مغيرة شأنكي سوحا كسو دقي آية ذهن كدب مركي أو كفاني إنو هانتي يويل البضن هيستو. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. بل سأل الله سبحانه وتعالى أي النبي سأؤر قذي لمن كوي كجز جيس جري كدب مركو نبي هجرودي وحي نقضين كوى لدلا إيه كوى أي هلاقين أما أي لايين عذرو سيدو إلهي أبلن قاذي آيديس. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. الله سبحانه وتعالى بلنقاد كيسين وأرميي ووحي نقضين كوالا دلو إيكو أي لايين عذرو. إنت اسكدب قريش مركي أي أركتي النبي صلى الله عليه وسلم إن صحابة بضن أي راعين أون نقضي قف قيمة له أو لا تحقليو وحي جوجيين إني نبي قدبان لكن وحي دبكي كوريجيين نبي سحابة ديسا قار أهان دادك مساكين تأه أو آن لهين وحو قرقارو دادكي أي عذابين أو أي دبين وحا كمد أه بلال وحا كليتو كمد أه عمار بن ياسر ولالكيس آبهيس إيهو يديس إيه خباب ابن الأرض كواسو أي سحن وعذابين قريش. بلس قريش مركي أركتي إن مسلمين تقربك أي ديبيان أي وحبك هلين بلس مسلمين تأزيادين إيس إيمان وحي آذي النبي صلى الله عليه وسلم وحي نكعد صدين إن إلهي زان سند إلهي ذو ذن أول عابد سند. الله سبحانه وتعالى وحسود جي سورة أو أكر الدناي أما أكدي ذاي إن سنم يذو ذا أيهين وحان لعابدين أيغن أي إلهي عابد دوني. مركي وأرنتس كديدي نبيغا وحي كعود صدين قريش إن قرآن كاللغا بحيو وحيالها أيغا ديبايو أو لغو بدلو قرآن كالي. الله سبحانه وتعالى أي أرنتس أغسو جوابي أسو تجيي آيادن. قال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وحالكاس نوغوك قيبتي سدحات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قيبت أفراد وحان أوغهد لدونا هجردي نبيغا أو هجرودي حبشة إن شاء الله كبوغ شوعا.
haddaad ka heshay fiidiyowgan, fadlan sheergare. Wassalaamu calaykum.